هل تعرفون من هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل تعلمون لماذا يحبه العالم؟ ما الذي جعل جذع الشجر يحن ويبكي على فراقه صلى الله عليه وسلم؟ وما الذي جعل هذا الجبل الساكن يهتز الضرب حين وقف عليه؟ إنه نبي الرحمة، ليس للمسلمين فحسب بل للعالم كله. ستسألون عن ذلك الحب الذي ملك القلوب. نعم، ملك القلوب، وأي ملك أعظم من هذا الملك؟ هو الذي قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، وعلمنا التواضع، فكان يغسل ثوبه ويكنس داره ويمشي في حاجة أهله صلى الله عليه وسلم. وهو القائد الذي كان يحكم نصف العالم، ورغم ذلك كله كان يحب المساكين ويقربهم. كيف لا نحبه وهو الذي دلنا على خير الدين ونقلنا من عبادة الناس والأصنام والأوثان إلى عبادة رب العالمين؟ إن حب العالم لمحمد عليه الصلاة والسلام هو انعكاس للحب الذي زرعه في قلوب العالم. وكيف لا نحبه وهو نبي الإنسان يحزن لحزن طفل مات عصفوره؟ وهو الذي قال: يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. كم نحن بحاجة إلى تلك الرحمة في عصر هانت فيه علينا دماء المسلمين. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم بغير حق. علمنا الرسول العدالة، لا فرق بين ألواننا، أسود أبيض أصفر، نحب إسلام ونحب نبينا. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تعيش العسرة على مبدأ المحبة. أتينا إلى المدينة المنورة لنسير على خطاه ونتعلم سنته صلى الله عليه وسلم. عرفنا في محبته صلى الله عليه وسلم السعادة، ونريد أن ننقلها إليكم. نحبك يا رسول الله ونفتيك بأرواحنا. ويا من تحاولون الإساءة لنبينا الكريم، تعالوا واقرأوا سنته واسمعوا كلامه. ستعلمون حقا أنه ما بعث إلا رحمة لكم. ستحبونه، صدقوني.